سلام حبوباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم جبت لكم وصفة جديدة وسهلة وبنينة بزاف، هي وصفة الرز المطاعم. في دقائق توجد. كما راكم تشوفون، نجيبوا زيتون تاعنا قطعوه ونحطوه يغلي غلوة ولا زوج باش تنحالوا المرور. في جهة واحدة اخرى ندير الطنجرة تاعي، نحط فيها زوج بغارف زيت، ونجيب كمية تاع اللحم ولا الدجاج اللي عندك، ديريها تقلى طنجرة، ونضيف عليها يا البنات مباشرة كي تقلى لي شوية، نضيف عليها بصلة، ثوم، زرودية والطماطم. ها كيما راكم تشوفوا دوك هنا حطيت توابل، ملح وفلفل كحل، ونزيد الخضرة تاعي. تقدري دير زيدي الجلبان، راهي وقرنت بنه مليحه بزاف مع الزيت مع الروز، عطينا بنه شابه كيما راكم تشوفوا. بصله كبيره مقطعه، ربع فصوص ثوم، زوج حبات زروديه، وبغرفه كبيره تاع طماطم. كي تقلات لي اللحم شويه، انا حطيت لي زانغريديو الاخرين. حتى شوفوا الرز هذا سريع 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 سريع، بصح البنه ما نحكيلكمش. نخليهم يتقلاو يا البنات شويه، ونزيدو عليهم الزيتون تاعي اللي كنت غليته باش نقص له الملوحه اللي بزاف اللي فيه. واذا كان الزيتون ماش مالح بزاف، تقدري تحطيه في الماء وتجبديه، ولا تشري الزيتون هذاك المقطع مباشره كيف كيف. فوالا، تقدري تضيفي الجلبان كما قلت لكم. نخليهم يتقلاو مليح مليح، يطلقوا البنات تاعهم. البنات هذا الرز كما رز المطاعم يجي سهل وسريع، يوجد في دقائق وبنته مليحه. تقدري تجي في وحده عامله مثلا هكذا، تجي تمتم تخدمه يوجد لها هكذا. نغطينا عليه وخليناه تقلى. ها هو شوفوا كيفاش البصل تاعنا داب. هنا المرقوب شويه من البنات، ما نكثرش الماء. هاي جيست غطينا هذوك هذاك الدجاج ما كتروش. فوالا، نجيبوا الان الكيلات تاع الرز تاعنا كيما نحبوا كيلو. انا درت زوج كيلات بهذاك الكاس وجاتني كميه مليحه، درت زوج كيلات. شوفوا كي يطيب لكم الدجاج ديالكم نص طياب، نجيبوا هذاك الرز ما نغليوه ما والو، نفقوه مباشره في نص المعلق ونكيلو يا البنات. بكل كيله تاع الرز راح نكيلو زوج كيلات تاع الماء. دونك انا حطيت هنايا زوج كيلات تاع الرز، لازمني نحط ربع كيلات ماء، كل كيله تقابلها زوج كيلات. نحط الماء تاعي، ها هي الثاني، وريت لكم كل شيء بالتفصيل. الثالث والرابع. شوفوا يا البنات ما شدش معايا حتى 10 دقائق، كان طاب ما شاء الله وبنين بنين بزاف. ها هو نغطيه دركا، نحطه في الاول على نار قويه، ومن بعد نقصلو النار ونخليه يتجمر لي. شوفوا يا البنات كيفاش جانا ما شاء الله على حبه. شوف هايل هايل، والرز بالزيتون انا نحبو نموت عليه. يعطينا هذاك الزيتون نسمه شابه في الرز تاعنا. شوفوا جا على حبه، ما معجن ما والو، حطيه وخليه يطيب وحده. كي ينشف تلقاه واجد طايب كلش بالكيل، لانه كيلنا حنا الما تاعنا ما شاء الله بنين بزاف بزاف. ان شاء الله يكون عجبكم يا البنات، بصحتكم. ما تنساوش ديروا لي جيم اشتراك في القناه باش تدعموني باش تشجعوني باش نقدم لكم الافضل ان شاء الله. كما راكم تشوفوا وصفاتي بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، وما نحط لكمش اي حاجه في القناه. الشيء اللي نحطو ما يكون غير حاجه مجربه وحاجه بنينه. شوفوا كلش طاب لي ما شاء الله، ها كلش طاب في بعضه، ما تعذبت معاه ما والو. اكله سريعه صيفيه مع السخانه هذه، ما تكسري راسك ما والو، حطيه وخرجي من الكوزينه وخليه يطيب وحده. ما تهلاو في رواحتكم يا البنات، والسلام.